يوميات ثورة ونتابع هذه المحطة اليومية ونوصل لفقرة يسقط حكم الفاسد. رواند، قبل ما نستقبل زميلنا رضوان مرتضى يلي بحقه في دعوة في ويمكن ينحبس، يمكن ينحبس، يعني الليلة لازم نستفيد من وجوده عنا، نودعه يمكن على الهواء. قبل خلينا نتوقف مع تقرير حول اقتراح قانون النائب حسن فضل الله المعجل المكرر والذي يستند إلى المادة 70 من الدستور. خلينا نشوف هالتقرير ومنرجع بعدين منكفي فقراتنا. يستند اقتراح قانون النائب حسن فضل الله المعجل المكرر بداية إلى المادة 70 من الدستور، والتي أناطت بمجلس النواب توجيه الاتهام إلى الوزراء بأغلبية الثلثين، ويحدد أن الاتهام للوزراء يتعلق بارتكابهم الخيانة العظمى أو الإخلال بالواجبات المترتبة عليهم، لكنه يلحظ أن عبارة الإخلال بالواجبات قد تحولت إلى غطاء لممارسات الوزراء في إداراتهم وإلى حصانة على ممارساتهم غير القانونية، بما فيها من جرائم سرقة واختلاس وهدر أموال عمومية والتي ينظر فيها القضاء العدلي المختص. ويرى اقتراح القانون أن من صلاحيات مجلس النواب رفع هذه الحصانة وتحويل الوزراء إلى المحاكمة، وفي المادة 71 من الدستور فإنها تحيل المحاكمة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وهنا يلفت اقتراح القانون إلى أن هذا المجلس لم يتشكل بعد، وهنا يدخل اقتراح القانون إلى مرحلة عام 92 والتي جرت فيها انتخابات للمرة الأولى بعد 20 عاما. ويشير الاقتراح إلى أن مجلس النواب سبق له ولظروف استثنائية أن أعطى مهلة للحكومة لإنجاز قطوعات الحساب وأقر موازنتين من دون قطوعات الحساب لضرورات وطنية قررتها الأغلبية النيابية، وهذه الضرورات ملحة اليوم لوضع حد لاستغلال مادة في الدستور تحصر محاكمة الوزراء أمام المجلس الأعلى غير المشكل قانونا. ويشير اقتراح القانون إلى أن الظروف الاستثنائية تتطلب ملاحقة الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد أمام القضاء العدلي المختص، وهذا القضاء يمتنع عن ملاحقة قضايا الفساد المالي للوزراء الحاليين والسابقين ويعتبرها من اختصاص المجلس الأعلى، ويشكل هذا الامتناع حصانة للوزراء الذين تصرفوا بالمال العام خلافا للقوانين. وقد أدى هذا التصرف إلى اختلاس وسرقة وهدر أموال عمومية تراكمت ملفاتها أمام القضاء العدلي، ولما كانت الحاجة ضرورية إلى إجراءات استثنائية في مهلة محددة بهدف وضع حد لهذا التصرف واسترداد الأموال المنهوبة، نتقدم باقتراح القانون بمادة واحدة والذي يقضي برفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين الذين تولوا منصبا وزاريا ابتداء من وزراء الحكومات الأولى عام 92 وما بعدها من وزراء الحكومات المتعاقبة، وبصورة استثنائية للقضاء المختص ملاحقتهم في دعاوى الهدر العام والفساد المالي. وحمل هذا الاقتراح توقيعي النائبين حسن فضل الله وهاني قبيسي. رضوان مرتضى، مساء الخير. مساء النور. شكلك بعدك خارج العدالة. هربانين هلا، يعني هون محتمي بالحصانة، هاتك الحصانة الإعلامية، كيف الحصانة النيابية ما هيك روان؟ يا الجديد يا الأخبار، هلا بدهم يقدموا قانون مكرر معجل لفرض الحصانة للصحفيين باعتبار القضاة عم يلجأوا للقانون أو عم يعتبروا أن القانون هو ملجأ لهم لحتى يحميهم أو ليمنعوا الصحافي من أنه يكتب يعملوا رقابة مسبقة. في هيك قوانين يمكن، بس ما تم البحث فيها، لأن في أكثر من نايب تقدم بمشاريع قوانين بما يتعلق بالصحفيين. صحيح صح، بس هو يفترض أنه بالدستور قانون حرية، مادة حرية الرأي والتعبير هي مكفولة لكل الناس. ما في يجي قاضي يقرر أنه يحط علي حظر مسبق أنه أنا ممنوع أقول، في بحق له هو أنه أنا إذا قلت أي شيء غير صحيح وغير مقترن بالوثائق أنه يدعي علي. يعني هو هون تنفسر مزبوط، هو القاضي الأولى منصور رافع عليك دعوة بمنعك من الكلام بمنع ذكر اسمه بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي دعوة عليك بالحبس. صحيح، هو قدم دعوتين، دعوة أولى عند القاضي الأمور المستعجلة ببعبدة واللي هي قال أنه أنا ممنوع أذكر اسمه بشكل مباشر أو غير مباشر تحت طائلة دفع غرامة إكراهية عن كل مخالفة 15 مليون ليرة. شو اسمه القاضي؟
قاضي الامور المستعجل. لا القاضي اللي رفع عليك الدعوه عم بورطك، ترجع تذكر اسمه. وفي دعوه ثانيه تقدم فيها عند مدعي عام التمييز طلب سجني بجرم تحقير القضاء، اعتبر انه انا بشيء كتبته على الفيسبوك عم حقر القضاء لانه انا وجهت له رساله مباشره لإله. بكل الاحوال ما في شيء شخصي بيني وبينه لهذا القاضي، بس وقت اللي يكون في قاضي موجود بموضع شبهه وانا عم بطرح هذه الشبهات وهذه الشبهات موثقه بمحاضر وافادات وسماسره موقوفين، فمن حقي انا اسال ومن حقي اقدم هذه المعلومه للراي العام، وبعدين القضاء هو اللي يفصل بهذا الموضوع. قبل ما نفوت بموضوع بدي علق على الفاسد والفقره وموضوع عن القضاء، بدنا نعلق على صح على التقرير يلي هلا مرق رواند وله علاقه باقتراح المعجل المكرر النائب حسن فضل الله. هو من هون بتبلش يعني هذا الاقتراح المعجل المكرر برفع الحصانة عن الوزراء، هو المنطلق اللي بيلغي كل ذريعة على القضاء اللي عم بيقول انه انا ما بقدر حاكم ما بقدر حاسب، لانه عم يرفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين، وحتى حاطط بالمحطين نائب حسن فضل الله وهاني قبيسي بهذا اللي يفترض يدرج على بالجلسة الجاية ويفترض ينعمل حملة لحتى يمرر الوزراء المالية السابقين، يعني تحديدا كان في تصويب على وزراء المالية السابقين اللي تولوا يمكن من التسعينات لوقتنا الحالي لحتى يتحدد أموال الشعب مين نهبها، أموال الشعب كيف راحت. وقت تشيل أنت الحصانة بتلغي أي ذريعة على القاضي وبتقدر أنت تحاسبه لهيدا الوزير. هل رح يلاقي طريقه هالقانون؟ يفترض يمرر، هيدي خطوة تسجل أنه تقدم يعني. بس أنه اللي بدهم يصوتوا عليه هن مين؟ مجلس النواب. ومجلس النواب هو من مين مشكل؟ برأيي قلت المرة الماضية أنا بحال النائب العام المالي علي إبراهيم طلب رفع حصانة أي مسؤول سياسي مشتبه فيه بسرقة المال العام، ما في ولا طرف سياسي رح يجرؤ أنه يمنع أو يوقف ما يرفع الحصانة، لأنه هو مسؤول قدام الشعب اللبناني بيتمسح فيه الطرقات بكل لبنان أنه إذا هو واحد رفض. برأيي هذا يفترض يمرر ورح يمر. رواند، يعني طبعا كل ليلة بفقرة يسقط حكم الفاسد في عنا ملف مفتحه اليوم، ما بعرف الملف يلي زميلنا رضوان مرتضى رح يفتحه بهالفقرات، تفضلي. رضوان، بس الملف اللي بدك تحكي فيه، يعني هل انت عن جد ممكن انه يقدروا انهم يفوتوك على الحبس، انهم يقدروا يمنعوك من الحكي، يعني هلا انت شو قادر تعمل؟ هو فعليا انا لم ابلغ بعد بحسب الاصول بالشكوتين اللي تقدموا ضدي، عرفت انا من خلال الاعلام انه في شكوتين تقدموا ضدي ومن اصدقاء قضاة وصحفيين خبروني انه اللي صاير 1 2 3 وهيدا مضمون الشكوى وهون تقدمت شكوى، بس انا لم ابلغ حسب الاصول. لحد هلا لم تبلغ بشيء يعني؟ صح. نعم. هيدي وحده. اثنين، هو يفترض لا، لانه انا اللي استغربته انه في جنون محدد له علاقه بانه بهذا الوقت اللي يفترض القضاة يركضوا لحتى يحاسبوا الفاسدين ويحاسبوا السارقين ويحاسبوا ناهبي المال العام، عم يتركوا كل هول وعم بيقرر قاضي هو مشتبه فيه بهذا الملف انه يرفع يشتكي على صحافي ويطالب بسجنه والعالم كلها بالطرقات. رضوان، رح نحكي نحن وياك بملف فساد القضاء. وبنرجع سوا لنتابع يوميات ثورة. رواند، رح نسأل رضوان مباشرة. رضوان، مين بيتحمل مسؤولية التقصير أو المساءلة والملاحقة؟ هل هو القضاء فقط؟ هو إمكانية المساءلة والملاحقة والمحاسبة هي مرهونة أول شيء بوجود استقرار سياسي، والاستقرار السياسي يعني يفترض يكون عندك حكومة نظيفة عندها احتضان شعبي. هذه الحكومة اللي هي السلطة التنفيذية بالتعاون مع النيابة العامة ضمناً بتكون هي المسؤولة عن بدء المحاسبة. يعني القضاء لحاله عملياً كيف بتصير القصة؟ اللي بيصير أنه في عندك قضاء الحكم والنيابات العامة، قضاء الحكم اللي هو يفترض يكون مستقل، والنيابات العامة اللي هي مساقبة أنه عنا بلبنان هن قضاة برا هن محامين أو منتخبين من الشعب بينتظروا أنه يكون في أي ادعاء. ففعلياً هو هلأ القضاء مشلول، كل شيء عم يعمله من دون ما يتم رفع الحصانة عن الوزراء ما له أي نتيجة، إلا أو أقله هيك هني عم بيروجوا. فعليا القضاء بيقدر يطلب، بيقدر يتحرك، يعني هي في منظومة راكبة مع بعضها، في عندك سياسيين فاسدين
في عندك من بعد التسعينات لهلا في اللي متحكمين بمفاصل الدولة هن فاسدين، فهذا الفساد صار بنيوي، وعندك القضاء اللي هو يتبع للسياسة تلقائيا بجزء منه صار فاسد. الفساد يعني مباشرة، ملف اليوم هو ملف استكمال للملف اللي كنا المرة الماضية عملنا مثل مقدمة عن وين ما كان من الفساد والخلل بالجسم القضائي. واللافت انه هن في جسمين بيرتبطوا ببعض، الجسم القضائي والجسم الامني. فوقت اللي نكون نحن هون عم نحكي عن القضاة والضباط. في ملف اشتهر بالفترة الأخيرة باسم ملف سماسرة القضاة. هذا الملف اللي هو تحقق فيه وبعده التحقيق جاري، جمد بوساطة سياسية معينة. بدنا نبلش بأول فيديو اليوم أو أول الفي او اللي هو رقم واحد، منشوفه ومنعلق عليه لحتى يكون هو مدخل. ملف سماسرة القضاة قلنا أنه في 84 قاضي هني ورد اسمهم بهذا الملف، أوقف منهم عن العمل 5، بينما أحيل 21 قاضي إلى مجلس التأديب. اللافت بهذا الملف أنه أنت عندك بكل لبنان أكثر من 500 قاضي، يعني تقريباً بين حوالي 530 قاضي. في ما يعادل 10% من هؤلاء القضاة هم مشتبه فيهم. اللي صار بهذا الملف انه هو مشي بمسار معين، توقف، صارت الاسباب معروفه، صار في صراع بين تيار المستقبل اللي قالوا انه من يجري التحقيق هن فرع المعلومات اللي محسوبين على تيار المستقبل، والتيار الوطني الحر اللي في عدد من القضاة اللي هو كان معينهم بهذه المراكز، والقضاة اللي محسوبين عليه هن ذكرت اسمائهم بهذا الملف. اليوم اللي راح احكيه انا راح احكي عن قصه سمسار. هذا السمسار اللي هو فعليا فهم كيف تركيبة هذا السيستم وقرر انه يلعب وفق هذه التركيبة، وهو بيشبه التيبيكال اللبناني الفاسد اللي شاف انه القضاء فاسد والسياسيين فاسدين، فلحتى يقدر يتعامل معهم بده هو يكون فاسد ليقدر ينجح. اول شيء لاقول مين هن السماسرة للقضاة، من هم هؤلاء السماسرة. الفيديو رقم 2، في عندك اللي وردوا بالتحقيق هني مستشار مدير عام جهاز أمني، مدير مكتب أحد القضاة البارزين، مرابين اللي بدينوا بالفايدة، رجال أعمال، سائق أحد القضاة، ومحامين. يعني يقال أنه دايما بالدارج نحن بنقول مين مفتاحه لهذا القاضي. اللي صار اللي بيشتغلوا اللي موجودين بالعدلية صاروا يقسموا القضاة كاتيجوريز، أنه في هذا القاضي ما حدا بيحكي، ما بيرد على التليفون. في هذا القاضي مفتاحه المحامي الفلاني اللي هو بيجوا بيلعبوا بيوزعوا ادوار، انه هذا المحامي ما بيكون موكل عنك بهيدي القضيه، بس المحامي بيعرف في محامي الوكيل بيجي بيحكي بيقول له كيف بدنا نحل هذه المساله. وفي حطيت انا مستشار احد الاجهزه الامنيه اللي هو هذا الجهاز رجع طلع بيان وقال انه تبرى منه، علما انه بكل المحاضر وبكل الافادات وين ما كان يروح هذا الشخص كان يقدم حاله انه هو مستشار لهذا اللواء. كيف كانوا يكسبوا رضا هؤلاء القضاة؟ يعني هو السماسرة كانوا يشتروا القضاة الفاسدين عم بحكي. حطيت انا انه مثل ليستا لاقول انه اللي هيدي حسب ما وردت بمحضر التحقيق. شو هي الهدايا اللي بيقدموها هول السماسرة للقضاة؟ منشوف الفي او رقم 3، في مثلا لافت كان في تلفزيون تقدم لقاضي، في قاضي تم تعيينه قاضي تحقيق فنفض له مكتبه احد السماسرة. في لفتني انا انه في قال انه هديته نبتة اوركيد حق $600، اما سالوه انه ليه شو بتفرق انه $600، فقال انه انا اذا هذا القاضي ضمن الكاتيجوري الرخيص ببعث له هديه ب $100 او $200، بينما اذا هذا القاضي بدي بين له انه انا مهتم فيه اكثر بجيبها من عند اكزوتيكا هديه عاية هلا بسعر كذا وكذا. لا رح يفوتروا عليك هلا. خليني ارجع اشوف الصوره او هياني حاطط النقاط هون.
في كان في دفع ثمن الحجز الفندقي للقضاة، يعني كان مثلا يجي يعزمهم او هن يتصلوا فيه. اللافت انه بهذا السمسار بيقول انه بالعاده هن كانوا يجوا لعندي القضاة، انا بروح لعندهم لاتعرف عليهم. وقت اللي صرت صاحب نفوذ بقلب السلك القضائي صار في بعض القضاة هن يجوا يطلبوا يتعرفوا علي، في قضاة كانوا يتصلوا فيهم يطلبوا منه انه يحجز لهم تيكت بدون يسافروا على فرنسا او على برشلونه، او يطلبوا منه يحجز لهم فندق كمان. كان ياخذ السماسره، كانوا ياخذوا القضاة زيارات على كازينوهات بقبرص لحتى يلعبوا قمار، غير السهرات اللي كانوا يعزموهم فيها على الملاهي الليليه، او يعمل اشتراكات سنويه بواحد من الشاليهات يدفع له اشتراك ويجدد له اياه الاشتراك السنوي، او يصرف له تشيكات مؤخره. يعني في قاضي لافت انه كان يبعث لهذا السمسار، هو السمسار شو بيشتغل؟ في منهم رجال اعمال، في منهم مثل في منهم مرابين، ليرات ذهبيه او علب سيجار كوبي حاطط انه سيجار كوبي نوع كوهيبا رقم 66. هيدا عم تعمل اعلانات الليلة كتير. لا حق العلبه 2000 دولار يعني هلفتي. شو كان يطلبوا القضاة او شو كانوا يطلبوا السماسره من هول القضاة؟ يعني هو فعليا ما يجي يهديها للهديه ويقول له هيدي مقابل هيدي، كان يجي يبني ارضيه. يعني يجي يتعرف على القاضي جورج صليبي مثلا، يقوم يعزمه اول مره، ثاني مره يجيب له كادو لمرته، ثالث مره يجيب له كادو له، يقول له مسافر كذا تروح لعند، يعمل صاحبه يعني بالعربي الدارج. بس شو كان يطلب منه للقاضي بمرحله لاحقه؟ بس قبل لفتني انا انه السجل الجرمي لاحد السماسره، يعني النشره الجرميه وقت اللي انطلبت لهذا السمسار، لانه فاتوا القضاة خلال التحقيق معهم صاروا القضاة يقولوا انه انا اخذت هديه، انه انا شو فيها هديه، مش رشوه بمعرض ممارسه المهنه، يعني انا ما عملت له اي شيء، ما خدمته ولا خدمه، واعطاني كادو ليه ما بدي اقبلها، علما انه حتى هذه الكادو رشوه. يعني في قضيان بخلال التحقيقات تبين انه انعطوا مسدس مذهب. واحد من هالقضاة هو دانش ربيع، القاضي الثاني هو بيتر جرمانوس. القاضي دانش ربيع تبين فعلا انه هو اخذ المسدس يمكن من 2013 2014، ومش متجاوب مع طلبات هؤلاء السماسره. بميله ثانيه كان في سمسار اخر اللي هو توقف بهذا الملف. خلينا نشوف بس طول السجل الجرمي لهذا السمسار الالفيو رقم 4 ونرجع بنعلق عليه. تخيل هو مدعي لك صفحه 2 3 4 5 هو ضمن الملف هو صح، هو الاحكام اللي صادره بحقه والدعاوى المقامه ضده مش عم بيخلص. صح ما عم بيخلص، عم اقول لك 4-5 صفحات هو مع الاحكام اللي صادره بحقه اللي هي تتراوح بين احكام بالسجن واحكام غرامات ماليه. الفكره انه مقابل هذا الشخص، انه القضاة اللي هن يفترض فيهم يكونوا حريصين على حسن سير العداله، وانه هن يكونوا عم بيحطوا الناس بالسجون لانه مشبوهين ولانه عم يخالفوا القانون، هن يتحولوا لاداه بيد هؤلاء السماسره لحتى يمشوا امور هؤلاء الاشخاص. يعني هذا السمسار كان يطمح انه يكون نايب، سمسار اخر بيقول انه انا كنت طلع مصاري، يعني اخدم مرق هيدا الخدمه واعمل هيدا الطلب مقابل انه انا اقبض مبلغ، يعني مثلا جيب حكم لصالح فلان، اعمل اخلاق سبيل. الالفيو رقم 5 بفرجينا شو كان يطلب السماسره من القضاة، الطلبات اللي كانوا يطلبوها اللي هو توقيع اخلاق سبيل عم يتاخر، الاسراع في اصدار حكم، توقيف احد الاشخاص، حتى اصدار مذكره، حتى كمان صحيح الناس، وحكم لمصلحه شخص ضد اخر. يعني هات لك في بقلب الملف هذا السمسار اللي انا عم بحكي عنه اللي شفنا السجل العدلي بيطلب من القاضي اللي هو هذا القاضي صديقه خلال على مدى سنوات، وكان طول الوقت يجيب له هدايا. ما في بالمثل بالدارج بيقول عنا طعم التم بتسحي العين، اللي هو نحن صحفيين احيانا بنحرص انه في دعوه هون ما بنروح عليها، او في هديه ما بنقبلها
لانه بنقول انه اذا انا اخذت منه هديه او قعدت على مائدته مش رح اقدر اكتب عليه، رح استحي، رح اتذكر سيخ اللحمه انا وعم بكتب المقال، فرح اقول لا عيب ما رح تقطع عنده. فاللي صار هذا السمسار كان طلب منه للقاضي انه يتوسط له ليوقف امراه او هو مدعي عليها وما كانوا عم يقدروا يوقفوها، ففعلا تم توقيفها وتوقفت لعده اشهر. بتهمه شو؟ بموجب شكوى هو اقام عليها. يعني في ميله، يعني تليفوناتهم لهؤلاء السماسره، في واحد منهم في رسائل كانت عم توصل، واحد منهم عم بيقول له انت رئيس الجمهوريه، انت الله، انت كذا، لانه خدمه بهذا الخدم، لانه كان طالب منه انه يطلع حكم سريع لمصلحته. وفعلا النتيجه كانت طلع حكم سريع لمصلحته. انا ما عم اقول انه هذه الافادات هي بحكم الادانه بحق هؤلاء القضاة اللي ويردي اسمائهم بهذا الملف، انا اللي عم اقوله انه انه هيدي مثار شبهه، هيدي موجوده بين ايدينا، فنحن يفترض بالقضاء، يفترض بالقيم على العداله انه هو يصدر احكامه، لانه اللي صار الفساد هو الفساد مش مرتبط فقط بالقضاة اللي هن عم بيمارسوا مهامهم على الارض، يعني حتى كيفيه تعاطي السلطه القضائيه مع هذا الملف كان فيها فساد بالمتابعه، يعني في قضاة ظلموا، في قضاة لانه النتائج الخمس، في اربع خمس قضاة صدرت احكام بحقهم، في منهم صرفوا من الخدمه، في منهم كسرت درجاتهم، وفي منهم برئوا. اللي برئ لحد هلا القضاء يرفض، مش القضاء، لحد هلا وزير العدل اللي محسوب على التيار الوطني الحر يرفض انه يردوا على مهامه. عم بدق لي شخص اسمه احمد مزهر. احمد مزهر هو رد، بدك ترد لا عليه؟ لا ما رح ارد عليه، رح لكم مضمون الدعوه لانه تذكرتها، لانه هو من العشرات الاشخاص اللي عم يحكوني بملفات عالقه عند القضاء. احمد مزهر ابنه قتل وتوقف القاتل، بتقوم القاضيه بمنطقه الجنوب، ما بعرف اذا ما بدي اقول اسمها لاني ماني مأكد من الاسم، هيدي القاضيه بتخلي له سبيله للقاتل وبيطلع من السجن، فبصير في استنفار بقلب الضيعة، حتى نحن بنبعت كاميرا لأنه صار في اشتباك بقلب الضيعة على خلفية أنه خروج القاتل، وخلال ساعات بيطلع من لبنان وبفل. يعني هذا الشخص أحمد مزهر اللي قتله ابنه شافه عم يمشي قدام عيونه، وهذا مثل فتح باب لجريمة تانية وكادت أن تحصل. هو يعني تم إخلاء سبيله تحت اي ذريق، تحت اي غطاء، يعني هي ما في مبرر انك انت تيجي تخلي سبيل خلال هيدي الفتره السريعه، يعني ما كان انقضى فتره طويله على حصول هذا الجرم، انه صدر الحكم شو ما كان الحكم، يعني انت معتبر انه هذا الحكم انه في دفاع عن النفس، حكم قتل غير قصدي، شو ما اعتبرتها ما راح اقدر رد عليه لسيد احمد مزهر، شو ما اعتبرتها انت بدك تصدر حكم ما فيك تخلي سبيله، يعني يفترض هذه تحال الى التفتيش القضائي ويتحقق فيها اقل له كرمال دمعات بيو للقتيل. اللي كنت بدي اقوله انا انه متابعه هذا الملف كانت فاسده لسببين، السبب الاول انه بقيت في اطارها المسلكي، يعني لحد هلا بعد هيئه التفتيش القضائي اللي هي ما عم تعمل التحقيقات كما يجب، اللي هي لحد هلا عم تاخذ بالهوى السياسي وبضغط الاعلام، لانه وقت اللي تقرر انت انك تحط ملف بوسائل الاعلام على التلفزيون او على الجريده، بيقوم القضاء بيتحرك بيقول انه انا بدي ضحيه، بجيب قاضي وبيذبحه لحتى يقول انه نحن عم نتحرك، نحن عم نكافح، نحن عم نعمل تنقيه ذاتيه. بس يفترض يكون في مسلكين، المسلك اللي عم يمشي بهيئه التفتيش وبيتحول لمجلس التاديب، وفي مسلك اخر يتعلق بالمسلك العدلي، يعني يفترض ان نرى قضاة خلف القضبان. إذا ما شفنا قضاة فاسدين عم ينحبسوا على أي، ليه أنت بتيجي بتقله للقاضي إنه أنا ما بدي، إنه أنا ما بدي أحبسه للقاضي؟ ما هو ارتكب جرم، ارتكب جرم جزائي مثله مثل أي موظف آخر، مثله مثل أي ضابط آخر. لفتني أنا إنه بإطار بإطار هذا الملف كان في ملف موازي له بدأ بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اللي هو عرف هذا الملف بضباط المخدرات، لانه تبين انه في عدد من ضباط بقوى الامن الداخلي كانوا عم ينقلوا تجار مخدرات بسياراتهم ليحموهم من الدوريات. فاللافت بهذا الملف انه شوي قوى الامن كانت اشفى زوم
من القضاء، لأنه عملت تحقيقين، عملت تحقيق مسلكي وعملت تحقيق عدلي، حولت هيدا الملف للمحكمة العسكرية اللي هو ماشي. بس كمان كان في تدخل بهيدا الملف، لأنه في قضاة، في هو الضباط ما قعدوا الفترة الكافية بقلب السجن. يعني وقت يكون في ضابط هو يفترض فيه يلاحق تاجر المخدرات يتحول لشوفير عم ياخده، كان يقبض منه أنه على نقلته $1,000 أو $2,000، يعني يطلعوا بسيارة عسكرية لقوى الأمن الداخلي يجيبوا من البقاع على بيروت أو ياخدوا من بيروت على البقاع بألف دولار أو $1,500 أو $2,000. في شيء تاني اللي هو له علاقة بأحد القضاة اللي هو كان مستلم الشرطة القضائية بقوى الأمن الداخلي. هذا الضابط مبتغلييني، هذا الضابط انعمل 1000 واسطة لحتى ما ينشال من مقره. هذا الضابط محسوب على تيار المستقبل، وفي ضابط آخر محسوب على الحزب الاشتراكي. على كان وقت وليد جملاط رفض أنه يحاسب هذا القاضي، فتوقفت حملة المحاسبة. هذا الضابط المبتغلييني كان يحمي مطلوبين من العدالة، كان يجي يشتغل ميليشيا عند هذا السمسار أو هذا المطلوب، يعني يجي يقول له أنه أنا بدي أوقف فلان، يقوم يبعث له دورية لحتى تداهم بيته. في الأمثلة بهذا الموضوع، إذا أنت ما قدرت تعمل المحاسبة حقيقية لهؤلاء القضاة، يعني محاسبة بتوجع، يعني نحن ليه بده يكون في قاضي تورط تقوم أنت تيجي تقول له يا حضرة القاضي تفضل قدم استقالتك؟ ليه بده لازم تحاسبه، مش بس ممنوع يقدم استقالته. أنت كمشت عليه ممسك، هذا إذا تبين أنه هو مرتكب جرم جزائي يفترض من يحاسب، تسحبه بدينته تحطه بالحبس لحتى يكون عبرة لكل القضاة. هلأ وين هو رضوان هيدا الضابط؟ أي الضابط اللي محسوب على تيار المستقبل ومحسوب على اللي كان عم بيسهل؟ هيدا محطوط بالتصرف. هيدا الضابط عم قول أنا كان في معركة خيضت لحتى يتحاسب هيدا الضابط، لأنه ضل بمركزه، وحتى بلش يعمل زيارات، يروح لعند أحمد الحريري من مال، وأحمد الحريري ينزل عند وزير الداخلية من مال، لأنه هيدا الضابط ما نحن ما فينا ندق فيه. هو المشكل أنه حتى هيدا المحاسبة هي تخضع للغطاء السياسي. يعني اللي بصير أنه أي مثلا تخيلي في مشهد صار أنه بيتر جيرمان اسمه هو الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وقت اللي فرع المعلومات فتحوا ملف، اتبين أنه 2 مقربين منه، جو عزار وبعتقد شاب تاني من بيت الهاشم، متورطين بهذا الملف وحكيوا بإفادتهم عنه. وتبين أنه هو من ضمن لائحة القضاة اللي عم يندعوا لهون وعم بيروح لهون وعم يتقدم له خدمات. قرر أنه يفتح ملف لقوى الأمن الداخلي اللي هو ملف حفر الأبار الارتوازية، طلع استنابة لكل الأجهزة الأمنية وقال أنه أنا، وهو هدفه يطار راسه لعماد عثمان بغض النظر من كل إبداعاته لعماد عثمان وكل تجاوزه للقانون. أنت وقت اللي تشوفي في جهاز أمني هو عم يخالف القانون، وقت اللي تشوفي هذا الجهاز الأمني اللي هو على رأسه عماد عثمان، حجم تراخيص اللي منحت الأبار لحفر الأبار الارتوازية، التغطية اللي عم بيغطوها على مخالفات البناء لأطراف محسوبة عليهم، يعني هو بيجي بيقلك هيدا مننا فمن ما منقرب صوبه، هيدا محسوب على الطرف الثاني روح عمله مخالفة، روح وقف له الورشة. المشكل أنه الناس، أنه نحن وقت اللي نجي نقول كيف بنقول أنه فقدنا الأمل، لأنه أي محاسبة بتبلش بتطلع أنه إيه هيدا شو، أول شيء شو طايفته، درزي مسيحي شيعي، شيعي على مين محسوب؟ هل هو محسوب على الحركة والحزب ولا لا؟ مقطوع من شجرة. بتبلش تفتشي طائفيا هو وين محسوب، بترجع بعض طائفيا سياسيا مين حمي، مين عينه بمركزه. المشكل انه نحن وقت نطالب باستقلالية القضاء عم نقول انه هذه الاستقلالية هي لحتى ما يكون هذا القاضي مرتهن، لكن ما بيعني انه القاضي وقت يجي هذا الطرف السياسي عينه هو مرتهن، لأنه هو بيكونوا مزحطينه بمطرح معين، عزموا عزيمة من هون أو عليه ملف من هون بالتفتيش القضائي. وشفنا في قضاة عينوا بمراكز بالمحكمة العسكرية، في قضاة تم تعيينهم وهن عليهم ملفات بالتفتيش القضائي، وبأحد الملفات واحد منهم تم كسر درجاته، هيدا نحط لحتى يتمسك برقاب الناس. الفكرة بهيدا الموضوع وقت اللي أنت تجي تطلع تقول أنه كيف أنا بدي أعمل إصلاح للقضاء، يعني هات لنطلع على مجرور الإدم باي خي بهيدا الملف. الإدم باي
بيجي بيدعي القاضي زياد بوحيدر على شوفير التراك او على اللي جاب الباطون. بس هو يفترض يدعي، اول شيء يفترض يتحمل مسؤوليه محافظ بيروت، ثانيا يفترض يتحمل مسؤوليه المسؤول عن تنظيم المدني اللي مستلم هذه الورشه. يعني اللي شوفير التراكتور هو قالوا له جيب هالترابات وحطهم هون، فجابهم له الترابات وحطهم هون. ف لحتى ما اكون شو كنت عم تقلي النقطه اللي قبل؟ لا النقطة اللي قبل، ايه النقطة اللي قبل كنت عم تحكي انت عن موضوع القضاة والملفات يلي انه مش لازم يقدموا استقالتهم، لازم تتم محاسبتهم. يعني اذا بدنا نختم هذا الملف رضوان، هالملف اللي له علاقة بالفساد القضائي كيف لازم يسلك مساره وعند مين يعني بالدرجة؟ واليوم انت يعني بختام بخلاصة لمين بتوجه الكلمة؟ يعني مين لازم يتحرك ومين لازم ياخذ الخطوة الأولى؟ أول شيء على مدة عام التمييز، مدعى عام التمييز القاضي غسان عويدات يفترض يتحمل المسؤوليه، وهو يفترض انه لانه كل الامال معلقه عليه اقله بالقضاء. يعني في عندك انت رئيس مجلس قضاء اعلى وفي عندك مدعى عام تمييز. مدعى عام تمييز ثانيا له شهر تقريبا تولى مهامه، عم ياخذ خطوات ايجابيه. يفترض يحول هذا الملف، ملف الفساد القضائي، ليمشي بمسلك عدلي اقله لحتى نشوف نحن قضاة فاسدين خلف القضبان. هذه أولا. ثانيا يفترض ينعمل حملة تتعلق بضمن المقترح اللي تقدم اللي هو له علاقة برفع الحصانة عن الوزراء، لحتى ما يكون في ذريعة عند القضاة يقولوا أنه نحن الحصانة تحمي هؤلاء ونحن نعم. ما عم نقوم بأي. إذن فقرة يسقط حكم الفاسد اليوم كانت معك رضوان مرتضى حول موضوع الفساد القضائي. وبالطبع يعني خلال يوميات ثورة كل يوم عم بيكون في ملف عم نتناوله، إن كان معك أو مع الزملاء رياض قبيسي، وأيضا كمان عم بدقدق تليفون. فينا نعرف اسم القاضي لهيدا والد القتيل؟ رد علي رد علي. شو اسم القاضي لو سمحت؟ الله يعافيك، أنا على هوا ما قادر. قل لي شو اسم القاضي بس ومنرجع منحكي. القاضي اسمه رولا جدايل. فيفترض هيدا الملف، هينا أنا عن الهوا عم أقول أنه هيدا الملف منحطه برسم الرأي العام، برسم مدعى عام التمييز، لحتى نشوف عم بيقول أنه النيابة العامة 4 مرات رفضت إخلاء السبيل، وبعدين القاضي رولا جدايل انفردت بموافقة على إخلاء السبيل. نعم. طيب برجع بحكي أنا وياك. شكرا رضوان مرتضى، شكرا لك على هذه الفقرة اليوم. شكرا. وبالطبع يعني يوميا ضمن يوميات ثورة في محطة ثابتة مع يسقط حكم الفاسد.